عارفين دلوقتي التسميات ان في عندي فيرتيكال ستابلايزر وهوريزونتال ستابلايزر، والفيرتيكال ستابلايزر مرفق معاه رادار وممكن يكون معاه تريم تابس، والهوريزونتال ستابلايزر ممكن يكون مرفق معاه اليفيتور وتريم تابس. ده البيزك كونستراكشن يونت بالنسبه للامبراج. السيرفيسز وفيرتيكال فين برضو بنلاحظ الفيرتيكال فين مكونه زي الوينج، يبقى نفس التركيبه برضو، بيكون فيها سترينجرز وريبس. وفي احيان جدا لما بيكون الكونستراكشن ده كبير بيتعمل له صبار في الفن، في برضه بيتعمل صبار في الفيرتيكال تيل. اذا هي التركيبه بتاعتهم زي تركيبه الوينج بالظبط، بحيث ان انا لو عارف اللود هيبقى الاناليسيس زي الاناليسيس بتاعه الوينج، فمش هنتكلم عن الاناليسيس. مظبوط؟ لان اللي هتعمله في اللي عملته في الوينج تقدر تعمله في الحاجات دي، سواء كان فن او في الاستابلايزر. بتلاحظ ان الكنترولز بتاعتهم اللي هم الرادر او الاليفيتور بيبقى دايما الديزاين بتاعتهم مختلف شويه، لان الاستراكشر مش معقد، فيه ريبس وفيه سترينجرز بس عدد قليل جدا، واحد او اتنين. وفي احيان ما بيتعملش فيه الكنترولز دي اللي هي الرادر والاليفيتور، ما بيتعملش فيهم استراكشر شديد، لكن بتعمل فيهم فوم، يعني اللي بيبقى عباره عن هيفي فوم محطوط ومحاط ب سكن. يعني في الاستراكشر بتاع الجزء ده بيبقى مش في الرسمه دي، لكن احيانا كثيره بيبقى عباره عن محطوط فيها الهنج اللي بتحرك عليها، ومتغطي من موجود الاستراكشر الداخلي عباره عن فوم. وفي احيان بيتعمل هاني كوم ايه هو الداخل بتاعه، يعني بدل ما يعمل سترينجرز وريبس ما بيعملش الحاجات دي، وبالذات اذا كان الكنترول سواء اليفيتور او رادر خفيف بيتعمل على طول اكسس يلف حواليه وبيتثبت الاكسس ده في الفوم. وفي احيان الفوم والسكين عن طريق ريب او اتنين، يعني بتحط عدد قليل من الريب، يعني في هنا اكسس عباره عن سيركولار اكسس، يعني دايما عباره عن تيوب، والتيوب دي مربوطه هنا بريب او اتنين، وبقيه السبيس ده كله فوم. بيتعمل الفوم ده ازاي؟ كيميكال، يعني بيبقى عباره عن سائل وبتصب جوه بيتفاعل مع تحط فيه مواد يتفاعل معاها بحيث ان الصبه دي تنشف جوه. فمنها لما بتنشف جوه السيرفس سواء كان رادر او اليفيتور بتلزق في السكن وبتلزق في الاكسس اللي بيلف حواليها، و بتلزق في، يعني بيتحول ان الشكل ده كله لازق في بعضه. نعم؟ هو خفيف، فاساسا ما بيبقاش محتاج تقعد تعمل فيه ستراكشر وماشيننج كتير. اللي بيتعمل فيه ستراكشر وماشيننج لما يكون الفن او الاليفيتور كبار، يعني مثلا فن عندك متر ونص بتضطر تعملها لها ستراكشر، لكن فن نص متر بيتعمل حتة واحدة، بيبقى عبارة عن اكسس اللي هو السيركلر اكسس، يعني ماسورة يلف حواليها ويتملى من جوه بفوم. ازاي؟ بتصب الفوم وتحط عليه الكيميكال بتاعته ويدخل يمليها جوه فوم، وده في الطائرات الخفيفة. لكن لما بتبقى طائرات تقيلة بيتعامل الريب والإليفيتور، قصدي بيتعامل الرادر والاليفيتور والاستابلايزر الهوريزونتال والفيرتيكال معامله الوينج.
لكن اذا كان احجامهم بسيطه الناس ما بتكلفش نفسها انها تعاملهم معامله الوجه. نيجي ايه يعني بيكون فيه ريب برضو وصبار سترينجر زي ما يكون وينج. عندي ده برضو الاستراكشر بتاع الغرض من انك تشوف الصورة دي انك برضو تشوف ان الاستراكشر بتاع الطيارة مش بسيط، هو صحيح خفيف لكن مش بسيط. يعني تلاقي هذا الاستراكشر فيه السترينجرز، يعني بنمشي كده من الوينج فيه سترينجرز وريبس في الفيوزلاج لونجر اونز ورينجز. بس لو تبص على الطياره دي رغم انها طياره خفيفه هتلاقي الاستراكشر بتاعها شكله معقد، رغم ان احنا ايه دايما بنتكلم عن الخفيه وعدم التعقيد. يعني مثلا تلاقي هنا في المجموعه دي مجموعه رينجز، مجموعة الرينجز دي معمولة حوالين الانجن، يعني كأن الانجن برضو المبيت بتاعها ممكن يكون مكون من مجموعة سترينجرز ومجموعة رينجز وبتدخل بيها المكان. او ده ممكن يكون الانلت بتاع الهواء برضو ممكن اظبطه، مجموعة رينجز وسترينجرز زائد السكن. يبقى اذا الكونستراكشن بتاعنا لما بيكون خفيف بحط عدد من الريبس زائد فوم، لما بيكون تقيل بحط ريبس وسترينجرز وسكن وما بعملش الفوم. فدي كونستراكشنز وارده ولكن ليست هي الوحيده. احنا عاوزين نركز كلامنا على الامبناج. برضه هنا الامبناج زي ما احنا شايفين هو عباره عن التيل يونت اللي هو المنظر ده، باين ان هي مكونه من التيل يونت اللي احنا شايفينها دي، المناظر الافقيه دي سبارز وواضح ان هو مفيش عنده تو سترينجرز، وهنا في موجود عند بار وسبرينجرز الى اخره. التيل يونتس هنلاقي فيه منها التي تيل اللي هو الاستابلايزر الهوريزونتال استابلايزر موجود فوق، وفي عندي الاتش تيل اللي هو ده عباره عن كروس تيل، التيل ده موجود في النص، وفينا الكونفنشنال الفيرتيكال تيل موجود تحت. هنا ركز في الصوره ديت على فكره البيدز، انه بالنسبه للهوريزونتال والفيرتيكال تيل نظرا لان الحجم بتاعهم صغير، يعني لو عندي في طياره صغيره ما بيعملش فيهم ريبس ولا سترينجرز، ولكن بستخدم البيتس. على فكره الكلام ده موجود في طيارات متوسطه زي السيسنا مثلا، طياره 6 راكب، بتلاقي ان الطياره حاطط على التيل يونت سواء الهوريزونتال تيل او الفيرتيكال تيل عاملها مليانه بيتس. البيتس ده يعني سكن، والسكن دي بيعمل لها كومبريشن هنا، وعامل الكلام ده سواء في الفن او في الرادر اللي معاه وفي الاليفيتور، وبرضه بيعمل قصدي في الهوريزونتال تيل، وبرضه بيعمل الكلام ده في الاليفيتور. يعني تبقى سكن فقط وعامل بيدز، وممكن يكون حشيها جوه فوم، وده يبقى الاستراكشر بتاعها زائد الاكس اللي جوه، لو قلنا برضو الاكس ده بيبقى يتعمل ويتملى الشكل ده كله فوم، ويبقى ده الاستراكشر بتاع الامبناش. يعني في عندي هنا اكس باين اهوت، ده اللي بيركب فيه الرادر
وبيتحرك من خلاله، لكن الاستراكشر بتاع الجسم ده، الاستراكشر بتاع الجسم ده بيبقى عباره عن سكين فقط، وسكين معموله بيتس عشان تدي لها بندنج ستيفنس. يعني ايه؟ يعني بدل ما اعمل سكين وشبك فيها عن طريق ريبتس مجموعه من السترينجرز، يعني بدل ما احط هنا سترينجر 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 يعمل بيد يكبس الموضوع بس. فالكبسه دي بتدي نفس البندنج ستيفنس اللي بقدر اجيبها من الوضع ماتيريال زياده وسترينجر زياده، بقدر اجيبها عن طريق البيتس دي. فالاقي في الكونستراكشن ده اعتمد على البيدز في الاساس في ادخال بيندنج ستيفنس للهوريزونتال تيل والفيرتيكال تيل، يعني الامناج على بعضيه، وفي احيان الفيرتيكال والهوريزونتال والفن والرادر، يعني تبقى كلهم عباره عن بيدد سكين. وهنا وريني نفس المشكله، سترينجر ستيفنس، يعني هنا في المنظر ده بيقول لك انه عمل التشبيكه التركيبه بتاعت الاستراكشر هنا ازاي. يعني ده عباره عن حاجه وسط، فراح عامل ستيفنر، اسف، عمل سترينجرز للستابلايزر، وعمل سترينجرز في الفن، يعني كانه لما تفتح دي تلاقي فيه هنا ايه، قوايم موجودة هنا وقوايم موجودة هنا، ميتاليك بيمز يعني سترينجرز موجودين سواء في الفن وفي الفيرتيكال ستابلايزر. ولكن الجزء الثاني اللي هو الكنترول اللي هو الاليفيتور والرادر عملهم بيدد. اذا ممكن تجمع التو كونسبتس في نفس الوقت، يعني ممكن تستعمل ريب ستيفنر ستراكشر، ممكن تستعمل بيدد ستراكشر، ممكن تعمل انتر اكشن بينهم، يعني تجمع واحد مع الثاني. بس ده كله فين؟ في الامبناج، نتيجه صغر الحجم وصغر اللود اللي موجود عليها. برضه هنا مستخدم في الاستراكشر ده، لو انت ملاحظها، الكونستراكشن ده دخل معاه الريبس في الفن والرادر وفي الهوريزونتال ستابلايزر، يعني شغال هنا سيستم بتاع ايه، سبار سترينجرز، وحتى بيسميها جنرال افيشن اير كرافت امبناج وذ سبارز اند سترينجر ستيفنرز تو ستيفن ذا تيل يونت. يبقى الجماعه لما تبص لدي، دي طياره كبيره ولا صغيره ولا وسط؟ دي ممكن تكون صغيره او وسط، طالما شغال كله بسترينجرز وريبس يبقى دي ممكن تكون وسط، ممكن تكون كبيره، اسف، ماشي، ممكن تكون وسط او كبيره. يعني دي بتكلم على طياره 4 راكب او طياره 20 راكب. لكن لو الاقيها موجوده البيدد بس، يبقى دي بتتكلم على طياره صغيره، دي 6 راكب او 2 راكب او طياره 1 راكب، فبيحاول قدر الامكان ما يحطش فيها ماتيريال وخامات زياده. مثلا نشوف المنظر ده، دي غالبا 1 او 2 راكب، ماشي، لانه معتمد بشده على عمل بيدز، فهو الراجل مطمن ان اللود مش كبير، يبقى يعمل بيد ويملاها فوم. لكن الكونستراكشن ده غالبا لطياره كبيره ولا صغيره؟ ده ليه؟ لان هنا ابتدى يتكلم على في ليدنج ايدج وستابلايزر وليفيتور وفيرنج والرادر، وكل واحد منهم منفصل، فعشان ما فيش حامل بيدنج خالص، فديت تبقى بتكلم على طياره كبيره. برضو دي فصل الكومبوننتس المختلفة، الرادر والفن. لما انت تشوف المنظر ده، فين الرادر وفين الفن؟ عشان تبقى بتتكلم على الاسماء، في دي فين الرادر وفين الفن؟
ها الرادار هو الجزء الثابت ولا المتحرك؟ الفين هي الجزء الثابت صح؟ يعني ده الجزء الاستراكشر اللي بيكون ثابت في الفيوزيلاج، وده ممكن يكون فيه ريبس وسترينجرز. الفين ده الجزء المتحرك اللي هو العلاقة بينه وبين الجزء الثابت هنج، ده ثابت في الطيارة واحد اتنين ثابت بكذا نقطة اهو، لكن ده مش ثابت في الطيارة، ده ثابت في الفين عن طريق هنا بتكلم على الهوريزونتال ستابلايزر برضو الجزء الاستابلايزر ده، وفي المسألة ديت ده ثابت في ده يبقى ثابت في الفين ولا في الرادر؟ الاستابلايزر ده ثابت في الفين ولا في الرادر؟ الفين. وهنا الجزء بتاع الفن ثابت في الاستراكشر بتاع الطيارة ده. ده برضو الامبناج بس اكثر تعقيدا. ده في طيارة من المنظر بتاعها لما تبص لتحت وعدد الركاب، دي طيارة نقل ركاب، يعني بتكلم على 40 50 راكب 60 راكب، بيوصل في احيان ل 40 ل 400 راكب. في المنظر ده بتلاقي الفن والاستابلاي بتاع الامبناج بيبتدي ياخد ابعاد محسوسه، يعني لازم ده عباره عن الفيرتيكال فن، ده عباره عن وينج فيرتيكال وينج ستراكشر، اقصد وينج ستراكشر يعني في استابلايزر، في قصد السبارز وريبس و سبارز وريبس وسترينجرز في الاستراكشر ده، في كل حاجه. الجزء بتاع الستابلايزر لاحظ هنا كلمه فرونت سبار ورير سبار، يعني حاطط في الاستابلايزر تو سبارز بالاضافه لوجود ريبس وسترينجر، يعني بيتكلم على وينج. يعني اذا الستابلايزر والفن بيعاملوا معاملة الوينج من حيث ان هما ستراكشر، الاساسيات اللي فيهم سترينجرز سبارز وريبس وسكن، لكن لما الكونستراكشن بتاعك بيضعف الليفل بتاعه نتيجة اللود الصغير والطيارة صغيرة، بيبتدي يتكلم على بيدز وعلى انسايد فوم. طبعا لو رجعت المنظر ده هتلاقي الاسماء اللي بيتكلم عنها هي نفسها الاسماء بتاعت الوينج، بس بيضيف عليها حاجة برضو يمكن سمعت الاسم ده قبل كده، كلمة الدور. يعني هنا عندي الفن بس فيه هنا دورسال فن. ايه الدورسال فن ده؟ دي بتبقى عبارة عن يعني كأن فيه الفن الاساسية، ممكن يكون في عندي دورسال فن، ده عشان بتبقى واخدة زاوية مع الستراكشر، ودي بيبقى الغرض بتاعها اساسا ايروديناميك عشان يخلي سموزنس في الفلو بتاعك. في المنظر ده بتكلم على الموفينج ستابلايزر. احنا قلنا في الامبناج في جزئين بس بيتحركوا اساسيين اللي هم الرادار والاليفيتور، لكن في طيارات غير كده بيكون فيها الاليفيتور اول موفينج اليفيتور، يعني الاليفيتور بيتحرك كله على بعضيه، يعني تلاقي ما هواش لازق في الفيوزيلاج، لكن مربوط الفيوزيلاج بهنج. يعني ايه؟ يعني ادا الاستابلايزر، هتلاقي ان ممكن الاستابلايزر زي الدفه بتاعه المركب، هو على بعضيه ممكن يلف، اذا الكونكشن بينه وبين الفيوزيلاج اذا هنج، وممكن يتحرك بموتور ياخد زاويه جنبين، فده بيعمل بيتش كنترول عن طريق
مش عن طريق الاليفيتور، لا عن طريق اول موفينج رادار. في عندي اول موفينج رادار، وفي عندي برضو اول موفينج فين، يعني الفين نفسها في بعض الكونستراكشن بتبقى تتحرك هي نفسها، ده عشان يزود الكنترولابيلتي بتاعت الطياره. بدل ما يعمل جزء ثابت وجزء متحرك، لا بعمل جزء كله بيتحرك. وعلى فكره الطيارات اللي اتعملت قبل كده في يعني في الثلاثينات وفي في العشرينات كانت بتبقى اول موفينج كنترولز. ليه؟ كانت ساعتها الفكره مستقاه من فكره المراكب، كان المركب لها اول موفينج فين، فهو عمل هنا اول موفينج فين، كان بتتعمل ان السيرفس كله بيتحرك. بعد كده الناس اهتدت لانها تعمل جزء ثابت وجزء متحرك. نعم. لا وهو بيطير، هو بيطير زي المركبه بالظبط. هي المركبه الدفه بتحرك وانت سايق ولا وانت راكب؟ بس سايق في الميه، وانت سايق في الهواء برضه بتحرك دي. طب في الاول موفينج فورس، الاول موفينج سيرفيسز، سواء كان فن او ستابلايزر، بيبقى اول موفينج كنترول. هنا بيبين لك الكنترول بتاعك، الاكشويتر اللي بتحرك لك الكنترول ده، في عندك موتور عشان يحرك لك الاستابيلايزر، وموتور تاني عشان يحرك لك الفن. ده بقى موجود في كثير من الطائرات الحربية الحقيقة. هنا كان بيوريه التثبيته بتاعت الانجن في الفيوزيلاج، كان بيشرح لنا هنا طريقه تثبيت تانية، ان بيثبت الانجن. احنا خدنا مساله على تثبيته، لكن دي هي ليست التثبيته الوحيده. في هنا تثبيت الانجن دي، كان بيبين لي ان الانجن دي عشان تثبت بمحتاج يعمل الكونستراكشن ده، والجزء النص اللي في الوسط ده اسمه ايه؟ اوري لكم المنظر ازاي، عاوز اوريه لكم. يعني في منظر افضل يمكن لو نبص هنا، بنتكلم على السنترال بارت، يمكن نقدر نبتديها من المنظر ده. المنظر ده يعني دي عبارة عن التيل يونت. التيل يونت برضو احنا كنا مش مهتمين بيها قوي، عشان بس الفت نظرك ليها، لان التيل يونت دي عشان لو كان عليها اللود كبير بيتعمل لها زي ثرو ستراكشر برضو، وده الليفت بارت وده الرايت بارت، والثرو ستراكشر ده بيثبت نقطة 2 3 في المين فيوزيلاج على 3 لجز في 2 فرينز. وبعد كده ده هيبقى الليفت ستابلايزر، وده الرايت ستابلايزر، وده عبارة عن الثرو ستراكشر سبورت ليهم. يعني كأن برضو حتى السيرفيسز اللي بتعمل عملة الوينج لها برضو ثرو ستراكشر خاص بيها. بس امتى استخدمه؟ لو كانت كبيرة، لو بتكلم على تيل الطول بتاعه مثلا 3 متر شمال و3 متر يمين، ببقى قلقان من ان ما اقدرش اظبط الزاوية بتاعته صح، فبعمل له ثرو ستراكشر. وبالذات ان في التيل بتبتدي الرينجز تقل وتضعف، فبتعمل لها ثرو ستراكشر عشان يتحمل عليها التيل. هنا في احيان الثرو ستراكشر بيسموه عشان يبقى اسم مختلف بيسميه السنتر ستراكشر، بس مش شايف الاسم ده موجود، بس بيسموه السنتر ستراكشر، هو نفسه الثرو ستراكشر.
ماشي، بس سنتر سكشن زي بتوع الافراح السنتر بيس، فده السنتر سكشن بتاع ال، يبقى السنتر سكشن ده هو نفسه السرو ستراكشر، بس ده معمول عشان يظبط ما الزاويه بتاعه الليفت ستابلايزر مع الرايت ستابلايزر. اوكي، يبقى كان عندي فيه دلوقتي السنتر سكشن، في عندي الثرو ستراكشر، ستراكشرز اضافيه طبعا. الستراكشرز دي بتبقى كبيره مش صغيره، يعني بتتكلم على في الوينج ده بقى حاجه بتاعه 8 9 متر، هنا هيبقى حوالي متر الطول بتاعه تخانه، فدي ستراكشرز ليست مهمله، يعني ما تقدرش تفترض ان هي سيف وخلاص، لازم تحسبها. ما حسبتهاش بس على الاقل تسمع عنها، ان في عندي سنتر سيكشن لتثبيت الاستابلايزر، وفي عندي ثرو ستراكشر لتثبيت الاستراكشر بتاع الوينج، ده الاستراكشر بتاع الاستابلايزر، لكن ما فيش لا سنتر سيكشن ولا ثرو ستراكشر للفن، دي ما فيهاش التعقيد ده، وعشان كده اغلب الحوادث بتحصل من الفن، لان يعني ايه الناس بتفترض ان دول قليل، الطياره اللي وقعت هنا كانت واقعه بسبب الفن، وبعد كده سمعت ان كثير من الحوادث بسبب الفن. طب ليه ما بيكبروهاش؟ اولا لو كبرها قوي هتنقل النيوترال بوينت ورا وهتقلل الاستابيليتي بتاع الطياره، زائد ان اللود عليها كل لما تحسب اللود سواء بالايروداينامك موديل او من الاستراكشر ما يستاهلش، لكن بشكل ما حصل منها حوادث، بس الناس بتقول نتيجه التفجيرات. لما نبص على التوس بار فيرتيكال ستابلايزر، المنظر ده هو منظر الوينج، وبرضو المنظر ده هو منظر الوينج، انا بس لحتى اقفل المحاضره دي ازاي بقى بعد ما شفت المناظر دي كده، لو نرجعها بسرعه كده وقدامك الورقتين عشان ترجعهم، الملاحظة اللي هنطلعها من المحاضرة دي هي الكلمتين دول، إن الإمبناج is constructed from at least two fixed components fin and horizontal stabilizer. الكلام ده مش عام صح، لكن موجود. And two moving components rudder and elevator. In all moving إمبناج there are at least four moving components. في الاول موفنج امبناج فيه فور موفنج، اللي هي الفن والهورزونتال تيل والرادر الاليفيتور. ذا رادر الاليفيتور كان سبليت انتو تو بيسز، الرادر والاليفيتور ممكن يتقسموا برضه هما كمان، هاف ا موفنج تاب و ويتش مي انكريز امبناج موفنج كومبوننتس، يعني لو حطيت فيهم تاب، راجع بقى الكلام ده من اول المحاضره، انك بتلاقي ده فيهم تاب، هذا الاستراكشر بتاعنا. الكلام اللي عاوز اقوله هو ايه، لو تبص عليه برضه في عند حاجات كتيره بتتحرك. The engine can be located near by or far from the empennage location، مثلا عشان تصدق هنا الامبناج الانجن قريبه في بعض الكونستراكشنز. The empennage structure can be stiffened by beads skin honeycomb structure covered with composite high density of low density foam stringers and rib systems. The embenage configuration and material affect its strength, stiffness, vibration, operation noise level and therefore its fatigue life. هي دي الحتة اللي عايزها تطلع منها، ان اكتر حته فيها حتت بتتحرك هي الامبناج، كويس؟
طبعا انا كان المفروض اضيف هنا لو انه اول موفينج كمان، يعني الحاجه اللي موجوده في الاستراكشر في نفس الوقت عليها لودز زائد فيها حتت بتتحرك هو الامبناش، مظبوط. فده يدي لك انطباع ايه؟ انه ممكن يحصل له فتيج بسهوله، ممكن يحصل له يجي منه نويز كتيره، يعني يكون مصدر نويز. ده المعلومه. انا كل اللي عايزه في هذا التقرير انه تكتب صفحتين discussing these issues for general aviation transport والميليتري، تقول رايك بالنسبه للجنرال افيشن اللي هي طيارات 6 راكب 10 راكب الى اخره 20 راكب، والميليتري والترانسبورت اللي 40 راكب 50 راكب 60 راكب، ايه رايك في المشاكل اللي موجوده في الامبناج، وهتبقى اخطر في انهي واحده من انهي واحده؟ المشكله الاساسيه دلوقتي اللي انت المفروض تشوفها هي ان الجزء ده مفكفك من بعضيه، عشان كده بقول لك في حوادث كتيرة تحصل منه، لانه في هنجز كتيره، في اجزاء كتيره بتتحرك بعكس بقيه الطائره كلها. يعني هل ده بيمثل ايه بالنسبه الجزء ده مشاكله اكتر في جنرال افيشن ولا في الترانسبورت ولا في الميليتري، ومشاكله ايه ممكن تسبب ايه؟ قول رايك صفحتين في هذا الموضوع، بحيث ايه هذا التقرير يكون اخر تسليه ليك في الموضوع. عرفت هتعملوا ايه؟ يبقى تاخدوا مني بقى المحاضرتين دول. خدتهم ولا كلمة ايه؟ اعمال السنة الامتحان من 20 مش كده؟ طيب. ويبقى عندك 30 نقطة. ولا ده عندك 20 نقطة. 20 نقطة وعندك كم تقرير؟ سبعة كده. سبعة ايه؟ انت مفتري. احنا سلمنا اثنين. سلمت اثنين. سلمنا اثنين. وهتسلم النهاردة اثنين. اثنين واثنين ما يبقوش سبعة، اثنين واثنين اربعة. ماشي. واحد. ده ودلوقتي اثنين. يبقى كام؟ يبقى ست. سادس سابع. السبعة دول هنحسبهم على 20. ماشي؟ حاسب واحد باربعة. هحسبهم خدت فيهم كام؟ واقسمهم على سكيل داون ل 20. ماشي؟ خلاص نخلي الاخير ده بونص. ماشي. يبقى دلوقتي نخلينا في الكلام المفيد. انتوا هتسلموا لي تقريرين الجمعه. مع بعضيهم عشان بس الحق اعمل ابص فيهم. مصيفي قدموا لي 70 تقرير تقريبا، يعني 70 تقرير عشان ابص فيهم، يعني ارحمني برضه.